واو كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اشتقنا لكم كتير كتير ورجعنا لكم بالفيديو الموعود وعدناكم فيه الفيديو الماضي كمان. اكيد كنتوا معنا وحضرتوا كيف كنا عم ناخد الغراض تبع السباحة من شان ميلا. وهي ميلا جاهزة لبسة طاقية البحر ولبسة المايو تبعها. والله مجهزة حالها على الأخير ميلا ما شاء الله. لبسة المايو من هون لأنه هناك ما في مشالح، هي بحيرة مانو بحر. سلام. هلا شو رايك حتنبسط حتحب البحر؟ اكيد رح تحب البحر. انا بقول لانه هي بتحب المي، لما بتتحمم لما نعمل لها دوش كثير كثير بتنبسط وبتحب تضل بالمي كثير. وهلا جايتنا موجه شوب غير شكل على اوروبا، درجه حراره رح توصل لل 38 من هون لاسبوع، فعندنا كثير فعاليات اللي كان نسويها. بس قبل ما نبلش الفلوج لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس. شو انت شو بدك تقولي؟ بدي لايك. بدي لايك. لان لايك 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 لايك. وكمان لا تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا بحساباتنا الانستغرام، موجودين دوما بصندوق الوصف وباول تعليق. ما بدنا نطول عليكم حبايبي، خلينا نبدا الفلوج بسرعه لانه كسرت ايدي مشلت الكاميرا. هلا صرت احس بيرولا لما تشيل الكاميرا. وهلا طلعنا، بس اول شيء بدنا نروح على السوبر ماركت رح نجيب شويه اكلات لانه ميلا كثير عذبتني اليوم وما قدرت احضر شيء ناخذه معنا. صحيح انا ما قلت لكم انا ما راح اسبح، انا كثير بكره السباحه بس بحب روح على البحر. ما هي بتخافي؟ بخاف وبكره السباحه، يعني بصراحه بخاف من البحر. فانا بحب البحر، بحب روح على البحر، بحب اتفرج على المي والناس وهيك، بس ما بحب اسبح ابدا ابدا. بس متحمسه مشان اسبح ميلا وبدي اياها تطلع انه ما بتخاف من السباحه ابدا، بدي اياها تطلع عكسي يعني. هلا وصلنا على البحيرة، شوفوا ميلا قعدت على الرملات وهلا جاهزة تسبحي ميلا. عم بتحاول توصل للرمل بدها تدوقه بس نحن ما عم نخليها. لا هلا بدي لعبها على الرملات. وهي البحيرة هون، بحيرة صغيرة شوي بس حلوة ظريفة، ما في كثير زحمة على الأقل. نحن اخترنا مكان فاي لأنه الشمس كثير قوية. بس أنا هلا رحت جربت أنزل على المي، فالمي باردة، هلا جينا غيرنا مكاننا على جهة فيها شمس أكثر، هون أدفى المي حسيت، فخلينا نشوف. لا بس إذا سبحناها على الأماكن اللي فيها الشمس دفاي. إي هون بالشمس بتوقع أدفى أحسن. ميلا هاي ميلا. هلو. شوفوا شو عم تلعب بالرمل. على فكرة يا جماعة نحن نسينا نقلكم إنه ميلا صارت تقدر تقعد لحالها، شوفوا شلون. ما لها هيك رمل حواليها شي ما توقع. إي من رجليها من رجليكي. قديش الأبيات بحبوا الرمل؟ كثير كثير بحبوا الرمل لأنه ملمسه غريب. كمان يلا مرة تانية، شوفي هاي واو مسكين مسكين. وصلتيها. خدي 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 خدي، شوفي شوفي مفكرته خيط. كمان كمان كمان. اوه واو واو واو. هذا مو للاكل. خدي خدي خدي. اوه واو. اوه اعطيني اعطيني. لقمه لقمه. هاي حسام هلا عم ينفخ لها الدولاب لميلا، نحن بنسميه دولاب ببلدنا، انتم شو بتسموه؟ هذا خصوصي للبيبيات. بس كان بدها منفاخ القصه، وعندي منفاخ بالسياره انا، بس السياره بعيده. يلا بدك تعذب فيه شوي، معلش كرمال بدي امرض شوي كرمال. شو حسام؟ شلون المي ميمي؟ اصبحي بهاد. وهي ميلا شكلها خايفة، شكلنا ما حنكمل السباحة اليوم معها. ماما ميلا هي شوي شوي بتتعود، هي أول مرة. يلا كل ما المي قربت عليها أكثر تاخذها.
يا شوفي متوترة. أخيراً حبت المي ميلة وبدها قالت تروح على الغميق لهنيك بدنا نروح. مرحبا ثلاثة. يا مصطيق يا جماعة. هلا ميلا سبحت وعم تنشف، ما طولت كثير بالمي، 10 دقائق ربع ساعة، لأنه لازم تتعود مرحلة مرحلة. إيه ما غطينا على رأسها بس. إيه بدون رأسها. لأنه صح. خافت كثير اليوم. طلعي علينا. إيه. هاي ميلا بعد السباحة جاعت وبلشت تشرب حليب. عن جد بس انبسطنا كثير، بس إنه لازم نجي أكثر منشان ميلا تتعلم على السباحة لأنه اليوم كثير خافت. إن شاء الله المرة الجاية رح نروح على غير مكان، لأنه هذا المكان ما كثير حبيته، المي كانت كثير ضحلة فيه، أنا توقعت بحيرة أكبر من هيك. شوف مستسلمة رافعة إيديها. بدها تنام بقى بعد السباحة. أجيون شو بتلعبي بالرمل ورجيون. ورجيون. يلا. ميلا كثير حبت الرمل. معصبة معصبة، عم بتفرج هالولاد البحيرة هنيك، ما بعرف إذا مبينين عليكم بس في كثير ناس هنيك عم بيلحقوا الشمس، لأنه هون شوي بالظل صار شوية برودة بسيطة يعني ما بنسبح صار. وهي نحن عم نضب أغراضنا وميلا هون وحسام ضيع خاتمه. صفيت بلا خاتم يا جماعة. والله شكلك ضيعته قصادا. والله فلت من إيدي لأنه إيدي مي، بس يعني هلا مثل عم بدور إبرة بكومة قش، يعني كيف بدي لاقي خاتم؟ هلا رح يصير عتمة ما حتلاقيه أبدا. وهي حسام لسه عم بدور، وبحب طمنكم انه ما التقى الخاتم لهلا. اشتهت خاتم فضة، مو خاتم زواجنا. هو مو خاتم زواجنا، خاتم زواجنا كان ذهب، مشان ما يلبس ذهب حسام عامل استبدلته بفضة. استبدله بفضة وهذا هلا ضاع. صار له 5 سنين عن جد، يعني خاتم بس له ذكرى حلوة. عن جد انا زعلت اللي بيجي لهون على هي البحيرة بالمستقبل ويلاقي خاتم فهد لحسام. هلا تحزننا فيه. هلا رايح في الفيديوهات القادمة حتشوفوني بلا خاتم. 2 hours later. وبعد ساعتين لسه حسام عم بيدور، عم قله خلص امشي بلا. شو نعمل يعني، نضل بكره هون نخيم؟ شو الحل هلا شو نعمل؟ الحل انه نضل بلا خاتم. ها انت خلص. فرحان يعني؟ والله يعني هو بصراحه هيك حسيت اصبعتي ارتاحت. طب عن جد مالنا قلب نترك المكان، يعني الواحد وقت بيضيع خاتمه عن جد يعني هو مو بقيمته، هو بالذكرى تبعه يعني. يلا خلص. هذا الخاتم جبته من السعوديه انا، رولا جابت لي اياه. خلاص عوضنا على الله. عوضنا على الله، نجيب خاتم من هولندا. وهلا رجعنا لكم بيوم جديد، اكيد انتم جايين من مقطع امبارح وقت كنا بالبحيره وكان حسام مضيع خاتمه. وضلينا ضلينا ساعة ما في خاتم، ضلينا الساعة 12 بالليل عم ندور على الخاتم مشان هيك جبنا بيوم جديد. والله يمكن دور نص ساعة وقال لي اقل من نص ساعة حتى وقال لي يلا على البيت. ربع ساعة يمكن. والله يمكن 10 دقائق. خلص هيك احلى. شكله مكيف، شوفوا ضحكته. قريبا رح تفاجئيني بخاتم. قصدك انا اشتري لك خاتم؟ بما انه ماني راضية انك تضل بلا خاتم فقريبا رح تشوف احلى خاتم. امشي البس خاتم. المهم امبارح جانا كثير تعبانين وما قدرنا نختم لكم الفيديو، فهلا رح نختم فيديو امبارح ورح نبلش فلوج جديد. اذا بدكم تعرفوا وين رايحين هلا نحن وشو رح نعمل اليوم، استنوا الفلوج اللي بعد هاد. حاليا نحن واقفين مكان كثير حلو، من هذا المكان رح يكون الفلوج اللي جاي، انتظرونا.
واليوم معنا يمكن 5 أسماء، خلينا نبلش فيهم نشوف كم اسم. أنا عم بحاول أخذ قدر الإمكان. يعني أنا بقوله لحسام إذا طلع معك على الطريق وأنت هيك عم تقلب أسماء كمان قول يعني. والله بنتمنى نقول أسماءكم كلها، وعن جد شكرا كثير لدعمكم. أول اسم معنا رغد من مصر، ميليسا من دبي، لين من الأردن، كاميليا من الجزائر، أمينة خلود من الجزائر كمان، وجود من السعودية. تأهلوا وشكرا كثير كثير لكم. وهذا كان كل شيء، إن شاء الله تكونوا حبيتوا المقطع وانتظرونا بالمقطع اللي جاي. وهلأ من إلكم من حبكم كتير. باي.